لما كاينش الحب راه ما كاين حتى شي حاجه. فاي حاجه اي حاجه بغيتي ديرها خصك تشوف راسك بعدا اولا واش كاينه شي حاجه تحس بها في داك ولا فهمتيني ضروري من الحب. والديه تيختاروها ليه ويجيبوها ليه وكيكون كلشي مزيان وكلشي على الراجل عيت يجي عند المراه تيلحقوا الحب. دابا الراجل الا ما كانش يعرف البنت وخرج معاها ومشى معاها وعرفها ما عاد ولا دابا زمان ما راه كتعرف الطقوس والطاقه والعادات ديالنا المغاربه حنا كتعرفوا كان شويه ديال الحشمه وكان شويه ديال دابا ولا هادشي ولا متلوق ولا مناسبه ولو ماشي ديالنا ولينا نحاول كيحاولوا باش يبداو يعملوا بها يحتفلوا بها. الاحساس بالحب ما بين الرجل والمراه في السنين الاخيره بدات كتطبع واحد مجموعه من التوترات مجموعه من المشاكل المرتبطه دائما بالمشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه بطبيعه الحال. بعد حتى يسول واش لاباس عليها واش عندها شي رصيد واش عندها الدار واش عندها الطوموبيل عادي يمكن له يبين ليها راه تيبغيها اذن على الطمع. الحب مرتبط ايوا شحال هذه ما كانتش بحال هكا صافي راجل تياخذ المراه كي عندها كي ما عندهاش وتيبقاو بحال هكا حتى تدفنوا ولا يدفنها. بالنسبه للحب قديما هو نابع من الهويه الحضاريه ديالنا الاسلاميه العربيه قحه، بينما الحب الحالي هو نابع من الافلام المصريه اللي ما بقاش عندها المكانه دابا الافلام المكسيكيه والتركيه. الاجيال السابقه انه غريب عليها، بالعكس ان الاجيال والشباب تاع اليوم ربما انهما عندهم واحد الثقافه على هذا العيد اللي هو عيد الحب، وربما انهم كيديروا فيه ورود باللون الاحمر الى غير ذلك. باش نقول الحب ما انا يعني الحب ما عرفتش كيفاش غادي نوصف لك.